بالنسبة للإصابة، الإصابة جات لي، هو الدكاترة درسوا الإصابة وكده، قالوا هو اسمه نصيب، عندهم بيقولوا اللاكي. ما مش قعدت تعيط انت يومها أنا يعني، انت كنت في قمة مستواك. قمة مستوى. بعدين الوجع، ان انا اصلا انا كل يوم واحد بتمرن، وكل يوم موت نفسي بقى، بروح البيت اصلا يا دوبك اقعد مع اسرتي ساعتين ثلاثه وانام، واصحى تسحب. اكمل نفس اليوم مبسوط باللي انا بعمله. فجاه انت تقدر تقف على رجلك اصلا؟ مش قادر اقف على رجلي بجد. انا جالي صليبي، والدكتور بيقول لي انت عندك صليبي، مش هينفع تنزل. وانا بقول له انا عايز مفيش اكمل. حاجه، انا مفيش حاجه. والمدرب بيوقفني بيقول لي انت رايح فين؟ ما ينفعش. الحكم نادى عليا، قمت نازل الملعب. اللي وجعتني بقى اكتر ان انا بحط رجلي على الارض مش قادر اسند نفسي، ياه. بحط رجلي على الارض تاني مش قادر اسند نفسي، قمت قاعد. فاللعيبه بتسال صلاح، بيقولوا له هو واقع عليه ومش واقع عليه؟ قال لهم ده ما يوقعش غير اما يكون في كارثه. كان في ماتش ليفربول. فكلوب من بره قال له صليبي. قال له هو كمان عرف ان الوقعه بتاعتي وقعت، بانت خلاص. وصلاح اللعيبه جايه بقى سخنه، ما بضيع وقت، انا ما بضيعش وقت، انا لو كسبان ما بضيعش وقت. لو واحد دخل شط، صلاح هو اللي رد عليهم. صلاح قال لهم ده ما بيوقعش غير اما يكون في خلصان حاجة. في حاجه. طلعت طبعا الدكتور طك طك صليب. قلت له ما انا عارف. قلت له انا قلت له شوف على رجلي. قلت له انا عارف. وصلاح قال لك ايه بعد الاصابه دي؟ صلاح جالي الاوضه، اطمن عليا وكده، وما سابنيش يعني خالص طول الاصابه. كان بيكلمني دايما، صلاح اخ كبير ليا، انا على طبعا تواصل دايما، كل يوم مع طبعا. بعض بنتكلم. وطبعا هو بيبقى بتعلم منه، بتكلم اساله على حاجات. الواحد لازم يفضل يتعلم، الواحد طبعا يفضل، ما فيش حد كامل طبعا. الناس كلها اللي بتنجح بتفضل تتعلم من الناس اللي هي نجحت، الناس اللي اللي وصلت سبقتها في بيفضل النجاح. يتعلم منها، ما يفضلش يقول ده وصل بصدفه ولا وصل يا عم ده حظ. لا ده مش حظ. اللي بيوصل لحاجه بيبقى اكيد تعب. عشان لا صلاح عنده شخصيه تحس ان هي مختلفه، بسم الله ما شاء الله. النني عنده شخصيه تحس ان هي مختلفه. كوكا، تريزيجيه، كلكم الحقيقه حجازي، يعني، الناس دي كلها، حجازي، الناس دي كلها اتعلم منهم. خلاص تعودنا نقول صلاح، تريزيجيه، النني، عارف، تعودنا. عارف لما تيجي تتكلم عن المجموعه دي، الجيل ده، بتقول دايما كده صلاح، تريزيجيه، النني، حجازي. بسم الله ما شاء الله كلكم يعني عمرنا ما سمعنا ان انتوا عملتوا مشاكل، عمرنا ما سمعنا ان انتوا عملتوا حاجه، بالعكس بتمثلوا مصر بـ بـ بافضل شيء يعني. طبعا طبعا يا كابتن اسلام، قلت لك في الاول احنا بنمثل بلدنا، والواحد بيحاول يطور من نفسه، بيحاول يبقى احسن. مش شرط الكوره، انا بتكلم في الاجتهاد. مش شرط كل لعيب كوره، انا بقول انا بتعلم. ناس، المهندس بيتعلم، والدكتور بيتعلم، كله بيتعلم. دكتور المنتخب بتاعنا على طول في ال على طول مع في دروس، وعلى طول على كونتاكت مع الناس في اوروبا. كله بيتعلم، كل واحد في شغلانته كله بيتعلم. طبعا معايا النهارده دكتور، فبقول له يا دكتور اللي عجبني فيك انك على طول مع على طول في ده جديد، يعني على طول بيجي لي بحاجه جديده. يا دكتور انا كنت في كورس. بيتعلم، الناس كلها بتتعلم. فربنا دوت يا رب. الاصابه ده ما عرفت خلاص. كده انت عرفت، كده انا عرفت. واول ما حصلت قال لك على طول؟ هو اول ما حصلت قال لي، بس انا ما مصدقتش. ما فيش حاجه، انا كويس. العياط ده، الكسره بتاعتي، ان انا مش قادر اقف على رجلي، ان انا عايز امشي ومش قادر امشي على رجلي. انت بتتكلم في واحد بيصحى كل يوم بتمرن بدل الفتره مرتين لوحدي، وبروح البيت بعمل ريكفري في بيتي، وعايز اصحى تاني يوم ابقى عامل ريكفري عشان اعمل اللي عملته تاني. ففجاه انت مش قادر تقف على رجلك، مش قادر. وكنت وصلت لفورمه عاليه، ووصلت ان في فرقه هتدفع داخله بمبلغ جامد هتشتريك في انجلترا. هتشتريك. هتشتريك خلاص، والناس متكلمه معاك، والمدرب متكلم مع وكيلك، وخلاص كل حاجه خلصان. فانت فجاه كل ده بيجي وقف. بس مع شخصيتك ومع اجتهادك وكل حاجه، اعتقد ده ايه الصوره دي صحيح؟ ديت كان وست هام، كنا بنلعب وست هام، وعملت ضربه جزاء، واللاعب داس على وشي، داس هنا على الحته هنا، انا عامل واخد هنا 8 غرز في دماغي، داس على دماغي، فدماغي دم طبعا. الجزم الكوره حديد، حديد، وكمان في انجلترا بالذات عشان الدنيا مطر على طول، حديد، حديد رسمي، مش زي هنا. هنا الملاعب مش محتاجه حديد قوي، عشان الملاعب اصلا الجو حلو، هناك الدنيا مطر على طول، فالحديد ده اهم. الحديد اللي هو الميكس، داس على وشك، داس على دماغي، شدني، وقعت، خد ضربه جزاء، وهو بيقع، داس على دماغي، ومصمم ان انت تكمل. فانا عايز اشوط ضربه الجزاء، مش عايز اكمل بس. وانا ببص في رقمي بقول له انا كويس، انا مفيش حاجه، اشوط اشوطها بس. فطلعت خلاص.
فببص في البتاع لقيت وشي كله دم وانا مش حاسس شكله حتى بصوخ. دوغلاس لويز بيلعب في منتخب البرازيل بيقول لي اهدى انت مش شايف وشك اهدى، قلت له انا هلعب مش عايز اطلع.